ومشى ولم يركب. فدنا من الإمام واستمع. أيها الإخوة المشاهدون، ها هو الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يرتقي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حيّ على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي تفضل على عباده ففصل لهم الحقوق والواجبات ورضي لهم الأعمال الصالحات وكره لهم السيئات ووعد الصالحين بالخيرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب الدعوات، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المُؤيَّدُ بالمُعجِزات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه الناصِرين لدين الله بالجهاد والحُجَج والبيِّنات. أما بعد، فاتقوا الله
فاتقوا الله فلا تضيعوا فرائضه ولا تعتدوا على حدوده، فقد فاز من اتقى وخاب من اتبع الهوى. عباد الله، اعلموا أن أعمال العباد لهم أو عليهم لا ينفع الله طاعة ولا تضره معصية. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأداء الحقوق الواجبة على العبد نفعها في أول الأمر وآخره يعود إلى المكلف بالثواب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والتقصير في بعض الحقوق الواجبة على المكلف أو تضييعها وتركها بالكلية يعود ضرره وعقوبته على الإنسان المضيع للحقوق المشروعة في الدين، لأنه إن ضيع حقوق رب العالمين فما ضر إلا نفسه في الدنيا والآخرة، فالله غني عن العالمين. قال تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وحق الرب الذي يجب حفظه هو التوحيد، وقد وعد الله عليه أعظم الثواب. قال تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ومن ضيع حق الله عز وجل بالشرك به واتخاذ وسائط من دون الله يعبدهم ويدعوهم لكشف الضر والكربات وقضاء الحاجات ويتوكل عليهم فقد خاب وخسر وأشرك وضل سعيه، لا يقبل الله منه عدلا ولا فدية، ويقال له ادخل النار مع الداخلين إلا أن يتوب من الشرك. وفي الحديث يقال للرجل من أهل النار: لو أن لك ما في الأرض هل تفتدي به من النار؟ يقال للرجل من أهل النار: لو أن لك ما في الأرض هل تفتدي به من النار؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد أمرت بما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بالله شيئا. رواه البخاري. وإن ضيع
وإن ضيع المكلف وترك حقوق الخلق الواجبة فقد حرم نفسه من الثواب في الدنيا والآخرة، وعرض نفسه للعقاب. وإن قصر في بعضها فقد حرم من الخير بقدر ما نقص من القيام بحقوق الخلق والحياة. والحياة تمضي بما يلقى الإنسان من شدة ورخاء وحرمان وعطاء، ولا تتوقف الحياة على نيل الإنسان حقوقه الواجبة له. وعند الله تجتمع الخصوم، فيعطي الله المظلوم حقه ممن ظلمه وضيع حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وأعظم الحقوق بعد حق الله عز وأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلكات. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله. والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد، ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين، ولا تعجب من كثرة الوعيد في عقوقهما. ولن يبلغ ولد كمال البر بالوالد مهما اجتهد وبذل إلا في حالة واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. والوالدان بابان من أبواب الجنة، من برهما دخل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أيها المسلم، إذا رضي عنك والداك فالرب راض عنك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. حديث صحيح، رواه الترمذي والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح. وبر الوالدين
وبر الوالدين هو طاعتهما في غير معصية، وإنفاذ أمرهما ووصيتهما، والرفق بهما، وإدخال السرور عليهما، والتوسعة عليهما في النفقة، وبذل المال لهما، والشفقة والرحمة لهما، والحزن لحزنهما، وجلب الأنس لهما، وبر صديقهما، وصلة ودهما، وصلة رحمهما، وكف جميع أنواع الأذى عنهما، والكف عما نهيا عنه، ومحبة طول حياتهما، وكثرة الاستغفار لهما في الحياة وبعد الموت، والعقوق ضد ذلك كله، وكثرة العقوق من أشراط الساعة. وفي الحديث: إن من أشراط الساعة أن يكون المطر قيضا والولد غيضا، وأن يفيض الأشرار فيضا، وأن يغيض الأخيار غيضا. ومن أعظم العقوق للوالدين تحويلهما أو تحويل أحدهما إلى دار المسنين، وإخراجهما من رعاية الولد والعياذ بالله. وهذه ليست من أخلاق الإسلام ولا من كرم الأخلاق. ومن أعظم العقوق التكبر على الوالدين، والاعتداء عليهما بالضرب أو الإهانة والشتم، والحرمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها عاق. رواه الطبراني. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن حقوق الوالدين مع ما في القيام بها من عظيم الأجور والبركة، فهي من مكارم الأخلاق وأكرم الخصال التي يقوم بها من طابت سريرته وكرم أصله وزكت أخلاقه وطابت أعماله. وجزاء الإحسان الإحسان، وجزاء الإحسان الإحسان، والمعروف حقه الرعاية والوفاء، والجميل يقابل بالجميل، ولا ينكر المعروف والجميل إلا منحط الأخلاق، ساقط المروءة، خبيث السريرة. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله كان بما تعملون بصيرا. وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرًّا بوالدتي، ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. وعن يحيى عليه السلام: وبرًّا بوالديه، ولم يكن جبارًا عصيًّا. وقال عن الشقي:
الهالك الخاسر، والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أُخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبع. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب وآله وعن سائر الصحب والآل أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره المشركون يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وذرياتنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم العاملين بها حتى تتوفانا وأنت راض عنا. اللهم اجعل المسلمين وذرياتهم متمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وذريته وأوليائه وجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم وجنوده، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي دين المدينين من المسلمين. اللهم اقض دين المسلمين. اللهم اقض دين المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمتك. اللهم نسألك أن تعلي كلمتك وتنصر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل البدع يا رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعينه على كل خير
اللهم نسألك أن تعينه على كل خير، اللهم ارزقه الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم أطفئ الفتن، اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم المستضعفين المضطهدين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرتك على من ظلمهم واضطهدهم في دينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصرك لكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.